أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما واجه موسى فرعون عليه لعائن الله بالدعوة في لين وأدب وظروف ولطف، وقال له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب عذاب الآخرة ثابت لازم واجب لمن كذب بالله ولقائه، كذب بالله ورسله، كذب بالله وشرائعه وأعرض وتولى مدبرا، هذا الذي لا ينجو من العذاب يخلد فيه أبدا. هنا قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ يسأل هل هو جاهل ما يعرف، أو هو فقط يعاند ويكابر ويغطي ويجاحد؟ فمن ربكما، أي أنت وأخوك هارون يا موسى؟ ما قال يا موسى ويا هارون، لأن موسى عاش في بيته وتربى في قصره وهو له معرفة به. يا موسى من ربكما يا موسى؟ يعني من معبودكم الذي تعبدونه؟ من إلهكم الذي تؤلهون؟ من خلقكم؟ من يرزقكم؟ من مولاكم؟ يسأل هذا السؤال. فأجاب موسى عليه السلام بقوله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يقل ربنا الله بالاسم العلم، لأنه ما يدل على الله ولا يدل على قدرته وعلمه وحكمته. ما سأله قائلا ما اسم ربك يا موسى؟ قال من ربكم؟ فأجابه موسى بوحي من الله، بتعليم من الله، قائلا ربنا أي خالقنا ومعبودنا الحق وإلهنا الذي لا إله غيره، الذي ندعو البشرية إلى أن تعبده لتسعد وتسلم، الذي أعطى كل شيء من إنس وجن، حيوان، نبات، أشجار، كل شيء خلقه وأعطاه خلقه
وهداه إلى أن يستعمل. نبذة مثلا: وهبنا أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، هو الذي وهبنا وأعطانا إياها وهو خلقه وإلنا، ونحن نستعملها لما هدانا الله إليه. خلق الإنسان وخلق له زوجه ليأتيها وليعيش معها، وهداه إلى ذلك، أعطى كل شيء خلقته وما خلقه لها، وهداه إلى أن يطبق ذلك وينفذه. فمثلا الذئاب، الذئب يأو إلى ذئبة، الأسد إلى لبوة، الطائر إلى طائر مثله، إذ الله هو الذي هداهم لهذا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقته ذاته وهداه إلى استعمال تلك الخلقة وتلك الذات، كما مثلنا نستعمل أبصارنا فيما نحتاج إلى النظر إليه، نستعمل أسماعنا فيما نحتاج إلى السماع ومعرفة، نستعمل أيدينا فيما نأخذ بها ونعطي، أرجلنا فيما نمشي، وهكذا هدانا إلى هذا. هو الذي وهبنا هذه الأعضاء أو الجوارح وهدانا إلى استعمالها واستخدامها. وهكذا في كل المخلوقات، هو واهبها وهاديها إلى أن تستعملها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا هو رب العالمين، رب موسى وهارون ورب فرعون والأولين والآخرين. بهذا يعرف بصفاته لا باسمه، ما قال ربي الله بل ربي الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء ووهب كل شيء. هنا قال فرعون: فما بال القرون الأولى إذن؟ يعني عليه لعين الله، ما حال عاد وثمود ومن قبلهما ومن بعدهما؟ وما أراد بهذا إلا أن يصرف موسى عن الدعوة، أراد أن يصرف موسى عن دعوته إلى التوحيد، إلى أن يعبد الله، إلى أن يستقيم على منهج الحق، إلى أن يرفع أذاه وظلمه على بني إسرائيل. قال: فما بال القرون الأولى، خبرنا عنها، حدثنا عنها، ما أحوالهم؟ وهنا لطيفة لا تأتي في الشرح، هذا من باب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما من حق فرعون أن يقول هذا القول، ما الفائدة منه؟ هو يدعى إلى أن يعرف الله ليعبده ولينجو ويكمل ويسعد، يصرف موسى عن هذا التوجيه، هذه الدعوة، ويقول: ما بال الأقوام السابقة، ما أحوالهم؟ وهذا يوجد بين الناس، ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وهي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما يدلك على حسن إسلامك أنك ما تلتفت إلى ما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي لا يعنيك بأن يحقق لك درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك، اشتغل عنه وانصرف وأعرض عنه، لا تلتفت إليه. قال: فما بال القرون الأولى؟ أجابه موسى عليه السلام بتعليم الله، فقال: علمها عند ربي. أحوال الأمم السابقة علمها عند الله عز وجل، ما عندي أنا. لا تسألني هذا السؤال، نحن ندعوك إلى أن تؤمن بربك وتعبده لتنجو من هذه المحنة وعذاب الدار الآخرة، ندعوك لتخفف من ظلمك وشدتك، تصرفنا عن هذا إلى هذا. أجابه موسى بقوله: علمها عند ربي في كتاب.
ألا وهو كتاب المقادير، اللوح المحفوظ، أحوال تلك الأمم من شقاوة وسعادة موجود في كتاب عند الله، مكتوب في كتاب عند ربي، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ولا ينسى. وفيه لفت إلى الإيمان بالقضاء والقدر، تقرير الإيمان بكتاب المقادير. قررت هذه الآية وهي التي قالها موسى عليه السلام، لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علم هذه الأمم وأحوالها عند الله في كتاب المقادير. وهنا لطيفة أخرى، وهي أن الكتاب ضرورية للعلم، شرعت الكتابة وأذن الله فيها وعلم الناس ودعا إليها الرسل وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنهم عن الكتابة في الأيام الأولى خشية أن يختلط القرآن بالحديث، بعد ذلك أجاز لهم. فالعلم يحفظ بالكتابة، وإلى الآن من علم شيئا يكتبه فإنه لا ينسى ولا يضله. فمن استطاع أن يكتب العلم والحكمة إذا علمها سمع بها يكتبها خير له حتى لا ينساها. وهذا الله عز وجل الذي لا يضل ولا ينسى كتب أعمال الخلق وأحوالهم ومقاديرهم في كتاب، فلنأتسي بالله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أخذ يبين الله بصفاته، صفات الجلال والكمال، العظمة والقدرة، الرحمة والحكمة، فقال موسى الذي جعل لكم الأرض مهادا، قراءة نافع، ومهدا قراءة حفص، جعل لكم الأرض مهدا ممهدا مبسوطا. من فعل هذا؟ هل البشرية هي التي مهدت الأرض وبسطتها ونصبت عليها الجبال؟ الجواب لا والله، الجن فعلوا هذا والله ما يقدرون عليه. فالذي جعل الأرض مهادا، الذي جعلكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا، هو الله ربي الذي ندعوك إلى عبادته. أنت تسألني عن الله، هذا هو الله، هذه آياته الدال عليه الموجب للإيمان به وحبه والخوف منه وطاعته. الذي جعل لكم يا بني الناس فرعون وغيره مهدا وسلك لكم فيها سبلا طرقا في الشرق والغرب في كل مكان في كل إقليم في كل بلد طرق نسلكها. من جعل هذا؟ الله. وأنزل من السماء ماء، ماء المطر ينزل من أين؟ من السماء، من فوقنا. أين يتكون؟ كيف يتكون؟ لا تسأل هذا، العبرة أن ترى الماء العذب الفرات ينزل من السماء لتحيا به الأرض والخليقة. أما عوامل كيف تكون لا قيمة لها. شاهد آية الله في هذا المطر، الماء العذب ينزل على الأرض فتنبت النباتات وتأكلها الحيوانات ويأكل الإنسان من الزرع وغيره، فتعيش البشرية على هذا الماء. من فعل؟ فرعون هو الذي ينزل الماء هذا، آلهتهم الباطلة، أصنامهم وأحجارهم وتماثيلهم. الجواب لا لا، هذا هو ربنا. يا من يسألنا عن ربنا، ربنا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، هذا كلام الله، فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أنواع من نبات مختلف الألوان، من الرمان إلى التفاح إلى العنب إلى الثمر إلى 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 البر إلى الشعير إلى الذرة، قل ما شئت.
أزواجا من نبات مختلفة كثيرة. من ينبت النباتات يرحمكم الله؟ هذه البذرة الميتة تدفن في التراب كيف تحيا وتصبح سنبلة تحمل البر؟ الغصن من الشجرة، الفسيلة من النخلة، من يحييها؟ بأيدينا نحييها نحن؟ الله الذي يحييها. إذن فأخرجنا به أزواجا أنواعا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا مما تنبت الأرض بهذا الماء المبارك الطيب، وارعوا أنعامكم إبلكم وبقركم وأغنامكم. رعي الغنم في آش في الزرع وإلا في النباتات؟ في النباتات. من أين هذه النباتات؟ من أنبتها؟ في من يقول عيسى أو أمه أو زيد وفلان وفرعون؟ لم يقل أحد إلا الله فقط. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم. تعرفون الأنعام وإلى الإبل والبقر والغنم؟ وارع بها هناك. إن في ذلك لآيات، في هذا الذي سمعتموه، إنزال الماء من السماء، إنبات النباتات، وإخراج هذه أنواع الثمار، هذا فيه آيات علامات. دائما نقول الآية معناها العلامة الدالة على الشيء، هذه آيات تدل على الخالق، على الرب، رب موسى وهارون الذي يسأل عنه فرعون. آيات علامات تدل على الخالق الرازق المدبر العليم الحكيم. كل ذرة في الكون تدل على خالقها، مستحيل أن يوجد شيء بدون موجد. من أوجد هذه الكواكب؟ من رفع هذه السماوات؟ من أوجد الشمس والقمر؟ من أوجد آدم وذريته، الجان وأولاده، الحيوانات؟ ومن في من يقول غير الله؟ إما أن يقول ها لا يدري لجهله، أو يقول الله. غير هذا ما في. ما كان المشركون في مكة يقولون اللات أو العزى هي التي تمطر الماء من السماء، والله ما قالوها ولن يقولوها أبدا. والنصارى الآن يقولون عيسى هو الذي ينزل الماء من السماء وينبت النبات؟ لا والله. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لمن؟ لأولي النهى. والنهى جمع نهيا، والنهية العقل. أصحاب العقول هم الذين يشاهدون هذه العلامات فيعرفون بها خالقها وموجدها. أما الذين لا نهي لهم ولا عقل يعقلهم دون الباطل والشر والفساد، ما يعرفون هذا ولا ينتهون إليه. إن في ذلك لآيات، أي في هذه المخلوقات، علامات تدل علامة على وجود الله، وأنه رب الأولين والآخرين، رب العالمين، يملك كل شيء، يحيي ويميت، يعطي، لا إله غيره ولا رب سواه أبدا. وكل من ادعى علوه يربو به فهو كذاب مفتري كفرعون وغيره. ثم قال تعالى منها، أي من الأرض، خلقناكم يا بني آدم، وعلى رأسهم فرعون الذي يدعى الربوبية، أنت مخلوق من الأرض، باعتبار أن أبانا آدم خلق من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، ونحن ذريته انحدرنا من صلبه، فالكل من الأرض. ثم أغذيتنا التي يتكون بها المني والطفل والطعام والدم أيضا من الأرض، فنحن مخلوقون من الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. من قال ما خلقنا منها نقول ولعادة، من يعيدك إلى الأرض؟
أنت تكذب أن الله خلقك؟ تقول لا أبدا. والإعادة لما تموت من يردك إلى الأرض؟ قل لا يردني أحد، لا أموت. ما تستطيع، فتنتهي حجته. منها خلقناكم وفيها نعيدكم بعد موتكم. البشرية من أبينا آدم إلى اليوم إلى الدقيقة هذه أين هي؟ أليست في تحت الأرض في التراب؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى، كما أخرجنا أول مرة وأعادنا يخرجنا مرة ثانية. أخرجنا أول مرة كنا أمواتا فأحيانا، ثم ردنا إلى الأرض أمواتا، ثم يخرجنا من الأرض أحياء. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة، أي مرة أخرى. من يكذب بوجود الله سوى العميان والضلال؟ ومع الأسف كما نقول على سطح الأرض ملايين البشر يطيرون في السماء، يغوصون في الماء، يحللون الذرة والكواكب، ويحاولون ولا يسألون عن الله. أي عجب عظم هذا. ثانيا، لو ما كان هناك كتاب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمة وأتباعه لقلنا صرفتهم الشياطين من يهديه من يدله. يعرفون معرفة أن القرآن الكريم يتلونه في إذاعاتهم في إذاعة لندن، أليس كذلك؟ وإذاعة إسرائيل، كلام الله، ما يسألون كيف نزل، من نزل، ماذا فيه، أبدا. فقط ليعيشوا كالبهائم، يأكلون ويشربون وينكحون، ولا يذكرون الدار الآخرة، ولا ما يتم بعد هذا الفناء أبدا، ولا يسألون من أين أتينا وكيف كنا أبدا. وقد قلت لكم إن الشياطين هي التي تضرب على قلوبهم فتمنعها من أن تتحرك في مجال كهذا المجال. يفكرون التفكير العجب في الصناعات، في الأكل، في اللباس، في كل شؤون الحياة، إلا في من خلقنا، لما خلقنا، ما هذا، أبدا لا يسألون ولا يفكرون. ومع هذا يجب على المسلمين أن تتحد كلمتهم ورايتهم وإمامهم، وأن يطبقوا شرع الله بينهم، وأن ينقلوا هدى الله إلى غيرهم، وأن يعرضوا الإسلام على الأمم والشعوب عرضا كما كان رسول الله يعرضه. من أجل ماذا؟ لا من أجل الدولة والسلطان والمال، لا، من أجل هداية البشرية، من أجل إنقاذ البشرية. إذ هذه رسالتنا، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بين أيدينا، لما نقصر في إبلاغها؟ على الأقل لو ننشط في نشر هذه الدعوة في الشرق والغرب بأساليب حكيمة رشيدة في جمعية طاهرة، نكون أدينا بعض الواجب. منها خلقناكم، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. منها أي من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم بعد موتكم، ومنها نخرجكم مرة أخرى، أي مرة أخرى، الحياة الثانية. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة ومعرفة. معنى الآيات، السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون، وإلا لا؟ ما دار بالأمس حوار بينهم، واليوم كذلك الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون. إذ وصل موسى وأخوه إلى فرعون ودعواه إلى الله تعالى ليؤمن به ويعبده، وبأسلوب هادي لين
كما أمرهما الله تعالى بذلك. فقال له: والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ولم يقول له: لا سلام عليك، ولا أنت مكذب ومعذب، لا. وهنا قال لهما فرعون ما أخبر به تعالى في قوله: فقال فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى. أفراد اللعين موسى بالذكر لإدلائه عليه بنعمة التربية في بيته، ولأنه الرسول الأول قبل هارون. فأجابه موسى بما أخبر تعالى به بقوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي كل مخلوق خلقه الذي هو عليه متميز به من شكل ولون وصفة وذات، ثم هدى الأحياء من مخلوقات إلى طلب رزقها من طعام وشراب وطلب بقائها بما سن لها وهداها إليه من طرق التناسل إبقاء لأنواعها، كما قدمنا الرجل ينزو المرأة والفحل من الإبل والبقر لبقاء النوع. وهذا وقد أقحم موسى فرعون وقطع حجته. نعم، وقد أفحم موسى فرعون وقطع حجته بما ألهمه الله تعالى من علم وبيان. قال فرعون صارفا موسى عن المقصود خشية الفضيعة من الهزيمة أمام ملائه ورجاله، قال: فما بال القرون الأولى، أخبرنا عن قوم نوح وهاد وصالح وهود وصالح، وقد كانوا يعبدون الأوثان. وعرف موسى أن اللعين يريد صرفه عن الحقيقة، فقال له ما أخبر تعالى به في قوله: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن ما سألت عنه لا يعنينا، فعلم حال تلك الأمم الخالية عند ربي في لوح محفوظ عنده، وسيجزيها بعملها، وما عجل لها من العقوبة أو أخر إنما لحكمة يعلمها، فإن ربي لا يخطئ ولا ينسى، وسيجزي كلا بكسبه. ثم أخذ موسى يصف ربه ويعرفهم به وهو في فرصة سنحت له، فقال: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي فراشا مبسوطا للحياة عليها، وسلك لكم فيها سبلا، أي سهل لكم السير عليها طرقا تمكنكم من الوصول إلى حاجاتكم فوقها، وأنزل من السماء ماء وهو المطر المكون للأنهار والمغذي الممد للآبار. هذا هو ربي وربكم فاعرفوه واعبدوه ولا تعبدوا معه سواه. وقوله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي بالمطر أزواجا، أي أصنافا من نبات شتى، أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخصائص. كان هذا من قول الله تعالى تتميما لكلام موسى وتذكيرا لأهل مكة المتجاهلين لله وحقه في التوحيد. وقوله: كلوا وارعوا أنعامكم، أي مما ذكرنا لكم من أزواج النبات، وارعوا إبلكم وأغنامكم وسائر بهائمكم، واشكروا لنا هذا الإنعام بعبادتنا وترك عبادة غيرنا. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى،
أي إن في ذلك المذكور من إنزال المطر وإنبات النباتات لتغذية الإنسان والحيوان لدلالات على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، وأنه بذلك مستحق للعبادة دون سواه، إلا أن هذه الدلائل لا يعقلها إلا أصحاب العقول وذوو النهى، فهم الذين يستدلون بها علم معرفة الله ووجوب عبادته وترك عبادة غيره. وقوله تعالى: منها، أي من الأرض التي فيها حياة النبات والحيوان، خلقناكم، أي بخلق أصلكم الأول وهو آدم، وفيها نعيدكم بالموت فتقبرون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي مرة أخرى، وذلك يوم القيامة، إذ نبعثكم من قبوركم أحياء للحساب والجزاء بالنعيم المقيم أو العذاب المهين، بحسب صفات نفوسكم، طاهرة أو خبيثة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بحسب صفات نفوسكم، فذو النفس الطاهرة ينعم، وذو النفس الخبيثة من الشرك والمعاصي يعذب. هذا ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تعيين إجابة السائل ولتكن بالعلم الصحيح النافع. من هداية الآيات يتعين على أحدنا إذا سئل من قبل سائل أن يجيبه. ما سأل موسى فرعون أجاب موسى، سأل فرعون موسى أجابه. في هذه الآية من هدايتها يتعين الإجابة عن كل من يسأل، فإن علم قال وإن جهل قال الله أعلم، قاعدة عامة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كانوا لا يجيبون كيف نسألهم؟ تعينت الإجابة. نعم. ثانيا تقرير مبدأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كما قدمت لكم هذا الحديث من أصح الأحاديث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من أين أخذنا هذا؟ من الآية. فرعون يسأل عن عاد وثمود الصالح، ونحن نطالب بأن يؤمن الآن ويعبد الله عز وجل، يصرف موسى عن شيء إلى آخر. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الذي ما يعنيك، ما يحقق لك حسنة ولا درهما، لا لمعاشك ولا لسعادتك في الآخرة، اتركه. ومن هنا الأغاني والأضاحيك واللهو واللعب، كل هذا باطل، هذه قاعدة عامة. حتى الكلام لا نتكلم إلا بما يعنينا، إذا ما يحقق لنا حسنة ما نتكلم، إذ نهينا عن اللهو والباطل وإلا. نعم. ثالثا تنزه الرب تعالى عن الخطأ والنسيان. تنزه الرب تبارك وتعالى وتقدسه عن الخطأ والنسيان. الله ما ينسى، والله ما ينسى، والله ما يخطئ، والله ما يخطئ أبدا. لو كان يخطئ وينسى ما قامت الحياة ولا استمر الوجود ولا أبدا، ولكنه منزه تمام التنزه عن الخطأ والنسيان، لا يخطئ أبدا ولا يضل ولا ينسى. وهذه المخلوقات كلها علمها عنده مدون مكتوب في كتاب. دليل هذا دليل القضاء والقدر. نعم. رابعا الاستدلال بالآيات الكونية على الخالق عز وجل وقدرته وألوهيته. نعم، من هداية الآية أننا نقول لعقلاء البشر: يا بشر انظروا إلى هذه الأكوان، مدوا أبصاركم وأعينكم بالكواكب، في الشموس، في الأقمار، في الرياح، في الأمطار، في هذه المخلوقات، هذه الحيوانات، هذا الإنسان، هذا الإبداع يدلكم على وجود ربكم. قولوا ربنا الذي خلقنا هنيئا لكم، ربنا الذي خلق هذه العوالم هو ربنا، وحينئذ اسألوا عن أسمائه وصفاته تعطى لكم. أما أن يعيش الإنسان
مطاطي راسه في الأرض ما يسأل، يأكل ويشرب ما يسأل لماذا يأكل ويشرب، من أكله من شربه ما يسأل، هذه هي الموت بذاتها. ولهذا فاقد العقيدة الإسلامية أموات، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. خامسا احترام العقول وتقديرها لأنها تعقل صاحبها دون الباطل والشر. معلوم احترام العقول، تعرفون أن الذي يشرب ما يسكر ويفسد عقله حرام ولا لا؟ الحشيشة الشيشة كل ما يفسد العقل، السحر كذا محرم، لأن العقل جوهر به الحياة، فإذا فقد الإنسان عقله هبط انتهى أمره، فكل ما يضر بالعقل حتى من الكذب والافتراء، يفسدون عقول الناس بالأباطيل والادعاءات الكاذبة، كل ما يضر بالعقل فهو محرم ممنوع، لأن العقل جوهر الحياة، بدونه ما تعرف الله ولا تعبده. أعيد النص. قال احترام العقول وتقديرها لأنها تعقل صاحبها دون الباطل والشر. نعم، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه بالحبل يقدم على الباطل والشر. سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه ويكفه عما هو فيه أذى له ولغيره. نعم. سادسا وأخيرا تسمية العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عن القبائح. لما سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عن فعل المحرمات أو المفاسد والمضار. سمي العقل نهية لأن النهية هي العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه عما يؤذي ويضر.